صرت ما أحس إنه لا عاد في تلفزيون ولا عاد في مواقع تواصل لحال والكذا، أحس كلنا في هذه اللعبة. التلفاز وسيلة كانت على مدى عقود الناقل الأسرع والأهم للمعلومات. اليوم هل استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تخطف الأضواء من هذه الوسيلة؟ وكيف يرى رواد التواصل التلفاز من وجهة نظرهم؟ ما حد يشوفها، الكل على الانترنت. رسمي التلفزيون العالمي يمكن الأب الحكيم. تجربتي فعلية كانت مع تلفزيون دبي يلي احتضن موهبتي من عمر كتير صغير. تعلمت على المسرح، تعلمت أقدم شخصيات مهمة مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، تعلمت باي ترايل ان ايرور، تعلمت من كيسة مثل ما بيقولوا. مستقبل بحس للعشر سنين الجاية هو السوشيال ميديا. ممكن نشوف انه التلفزيون ممكن يختفي مثل ما اختفى الراديو ايام لما اجى التلفزيون.